هذه الأرض ونبني له جل وعلا بيتا يذكر فيه اسم الله كثيرا، كي لا تكون في الأرض فتنة ويكون الدين كله لله جل في علاه. هذا ربط واضح بين أبناء الأمة الإسلامية من شرقها حتى جنوبها ومن غربها حتى شمالها. هذا الرجل الذي بذل جهدا بعد أن عرضت عليه الفكرة فحملها بكل أمانة وسعى ورسم هذا المشهد الذي سيكون علامة من علامات قطاع غزة البارزة، وهو المهندس رضوان كامل. نشكر الدكتور محمد رضوان كامل حاكم ولاية جاوة الغربية، والذي تبنى منذ اللحظة الأولى التمويل، وهو الذي قام بتصميم المسجد، يعني هو المهندس المعماري.